مثل فلو قال لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك ببينه لا فرسي وحفده لو قال لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك ونوى, ونوى طلاقا أو زهارا بقر أبي دبي أو نواهما تخير وثبت ما آه. أو نوى تحريم عينها هذا قال أم السالدة كدري دجني خو حرام أنت علي حرام معنى دجنا كيدا عين جنا كحرام يوشي دري أو أو ما حرام أو بارا حرام أو تباتي حرام مقصدي أو هاب أو حرام بريد. أو نحو فرزها أو وطئها أقر اوهابي هابي لم تحرم بعند جن حرام نابي يعني شنو بري حرام نابي خو خو بيعني فروشني كي خرابي بري حراما لما روى النسائي أن ابن عباس سأله من قال, من قال ذلك كابرا قد أخوه أنت علي حرام فقال كذبت قلت دريكي أي ليست زوجتك عليك حرام بحرام جنتك حرام ثم تلا أول سورة التحريم إمام ابن عثمان يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي الله أزواجك تشتق خالة حرام كدوية كم أخوة حرام لكي حرام نبي هذه تكبير وعليه في غير نحب الرزعية ومعتدة ومحرمة آه أقبوشة جنك الرزع نبي معتد نبي لعدة دابي محرمة نبي لعرام دابي يعني جنة خوي بيو آه صعيبي نبي وعليه كفارة يمين وكفارة السندي بدأو راس تراقك تسادبتو ستراقي ناكري وعليه كفارة يمين أي مثلها مثل كفارة يمين سنك خوش سندية بران مش كفارة سندي كو أو كفارة سندية كو أوش أوها أه حالا دم دست وإن لم يتعباوت إشي كما لو قاله لأمتي يا قبرة أمتي خوش حرويها كفارة السندية دادو سيد كجنا كو كو دزاني أخذا من قصة ماريا رضي الله عنها سمكه حضرت صلى الله عليه وسلم قال خزانة خوي او يشي لقومه النازل فيها ذلك النازل ملي. فيها ذلك او 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 اول سوره تحريمه در حق او زني نازل ملي. آه على الاشهر عند اهل التفسير كما قاله البيهقي إيه وروى النسائي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له امة يتاؤها أمات شهاب لقردنوس اي وهي ماريا أم ولده إبراهيم إبراهيم مش لوي فايدة هو إبراهيم كريم ماريا إي فلم تزل به عائشة وحفصة إي جنيش أو أو فينا خوشة عائشة وحفصة هر حولي أنا قدا لا حزرتي آه قلت بوندرن وها وها قصي أو ها كرد قصي لا بلا أنا كرد حتى حرمها على نفسه حتى قوتي حرام بلا سر من زارش دي لقروا الله تعالى عتاب لي قد يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك أو الدعاء عتاب كلا لهدوش ذا كان آه. آه. آه لما تحرم ما حل الله لك تبتغي ما الله تزوجك والله غفور رحيم قد فرض الله كنت تحلة إيمانكم آه. ومعنى قد فرض الله لكم تعلة ايمانكم معنى سيئة اي اوجب عليكم كفارة كالكفارة التي تجب في الايمان كفارة سن كفارة او هبدوا بصة وبحث الأزرعي حرمة هذا حرام خرج برة خو انت علي حرام او حرام لو لما فيه من الايذاء او جنك في ازيت دخوا والكذب دروشك حرامني ودري حرام اي وبحث العزرعي حرمة هذا لما فيه من الإذاء والكذب أو بحث, يرد بحث هو مبتداها يرده خبرتي بلد. تصريحهما أول الزهاري بكراهته بلد. إمام نور رافع إلى أول كتاب الزهاري قلت كان مكروها خنان قلت حرامه بل ابن الرفعة فيها بلد. ابن الرفعة نزاع إلى كراهته يشكر بما بينه الزركشي بأنه صلى الله عليه وسلم فعله هذه حزرة وينكو يكود ببري مكروها ولا يفعل المكروه هذا إشي مكروه هناك ويرد مردود أو قسيش بأنه يفعله لبيان الزوازي وذا مكروهش إش له بيان الزوازي فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه على حالة سري وعزب لو من بيان بك كمكروها هندي إشي مكروه وبي أما بزان كوا درستا وفارق الزهارة والعاصي المكروه على امنيه هذه لو زهار حرامة وش دري أنت علي كزهر أمي أقبري أنت علي حرام أو مكروه برنا أقبري أنت علي كزهر أمي أو زهار زيارة حرامة دري بأن مطلق التحريم يجامع الزوجية تا. أو هقوتي أنت علي حرام يجن وده بيجن كابرا شو ولا سري حرام ولا موديكا كا بين ويش آه حراماتي ماني اني ده جناتي جني ويش بخلاف التعليم المشابه لتعليم الأمي برن كدري وش داتش من بشت من لمن حرام أو رجناكبي جنيويبي ولا شي داتش ويش لبي نابي لا نبي لبه هندي أه فكان كذبا فيه عنادا للشرع او الدرويا زيار درويا عناد الشرع تدايا فمن ثم كان كبيرة فضلا عن كوني حرام زيار قناعي كبيرة أه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا او درويا وإيش خرافة أه والإلاء فرق دقي إلاء شهية كابرا سندي أخوة سندد أخوة, أه أخوة كان أوش قناعة هوش قناعة وشي وشي أنت عليه حرامينية وفارق <applause> إلى زهارة وعنى وفارق <applause> إلى آ الزهاري زهاري بأن الإلاء فيه <applause> بأن الإذاء فيه <applause> أتمو إلى إزاي زيادة تداها، ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما جنة كدس إشكاية ذكاء لك الحاكمي حاكم غازي كابرائي ذكاء دلور سيوندي لخوبي خا أقصد لكي لخوني يخص حاكم تراقش دخي ولو قال لي أربعين أو زارك كابرا دريتا سار أنتن علي حرام أقب يقول باش نخوة أنت علي حرام اسمع لي ذكرت لما قلت كفارتي يسون داو خلاص ألان سار هي أنتن علي حرام بلا نية طلاق ولا زهار ندق الزهار شدا ندق تلاقي شدا فكفارة واحدة يكفارة كفارة بدا بس كما لو كرره في واحدة وأطلقا أقل شنك بيد بسيت زارا لسر يقبري أنت علي حرام أنت علي حرام يكفارة بس أو بنية التأكيد يا بنية التأكيد بي وإن تعدد المجلس وما مجلس جوازش بي يميني سندش هروي سندش لسيك تشتي خرج سندس أو خاتم يكفارة بس وكذا عليه كفارة إن لم تكن له نية في الأزهر، أجا سِنْيَةِ النبي على <applause> قوري لدويدارتشو، لأن لفظ التَّحْرِيمِ ينصرف شرعاً لإزاب الكفارة، هل كفارتي تداو خلاص. والثاني قول دوام دري هو لغو، هل كفارتي ناوي؟ لأنه كناية في ذلك، أه هو كناية لو تعليم أه هل أوندي دي كفارتي شيلة يا وخرج بانت علي حرام قلت وأنا اوا دبي بدأ ابدا ما, ما لو عزف علي بلي. علي نري فانه كنايه هنا أنت حرام او كنايه بلي. كنايه بلي. علي لجنبي اهل اوندا فلا تجب الكفاره في الا بنيتي اغنيتي لقربي كعلامات براسي او كفارتي اذا دعنا هذا وان قاله لامته بلي. او زاري قوت يا جاري خو انت علي حرام ونوى عتقا مقصدي او هابو اتو ازاد با, إيه با ازاد بي. ثبت قطعا لانه كناية فيه ادي سنشو حراماتي كناية لعتقه اذ لا مزال للطلاق والزهار فيها اما ناتو انبي كما طلاق وزهار اما ادنا زهاري نزهارية خوشنا أو نوى تحريم عينها أدي أجر مقصدي أو هابو بري أو جنيه حرام أو لا نية لو يعني هي فك فكزوجتي فيما مر وشي أجا بيقول باش خو علي حرام شمال ذكر فتلزمه الكفارة ليرش وتلزمه الكفارة مليه. نعم لا كفارة هيا لا كفارة في محرمة أبدا مليه. أو جني أو أماتيوي أو اللي حرام اللي حرام لعرامها أما تيوية مسألة فلشيوية يوكو خودة وكذا معتدة لعدة ومسوزة ومزوزة بمرد ومرتدة مرتدية ومحرمة محرمية هبا خو حراما بري عليها علي حرام هروي يقصك الراستا ومزوسية مزوسية نابل على الأوزهي بخلاف نعيم نفساء وحائض وسائمة برن اوی نفسا و عائله یان بر روزیا آور روزی داشته اوی عائله کاش حاوت چی پیدا سی خانه دبی تو آ لی حرار دبی لی حرار لو خوبی زوالی مانی عینا وم... ثم لو نوى بی تحریم ها تحریم العارض اگر حرام لمن لبر آو امر عارضی لم يرزم شيء سیل سنی وی لی ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي او نحوه ادي قبر او تشتل من حرام بي حرام بي من حرام بي من او او تشتل سنيا لا شيء فيه لتعذري فيه كنت حرام دبي حرام نابي بخلاف الحليلة برانش ودبي حرام دبي لامكانه فيها بطلاق او عتق وشرط تاثير نيه الكنايه او زكيني قوتمان اقل حراماتكين ما هو كناية مقصدي في تراق تراق مقصدي زهار بي دبتا زهار اقابا متلقش بي, بي, بي باكا فارتي مقصد كده كان نيت او نيت وشرت وشرط تأثير نية الكناية اقترانها بكل لفظ قدر انت علي حرام لألفي انت حتى ميمي حرام هموي مقصدي تراق بي تراق هموي مقصدي زهار بي دبتا زهار اه سيه لفظك وهو انت بائنون آه. كما قاله الرافعي كجماعة واعترض برن لو بأن السواب ما قاله جمع المتقدمون قسيت جمع علماء شبيشان أنه لفظ الكناية كبائن بريد. دون أنت خب أنت ترغناك ببائن بائن دكوي مري لعلف أنت بري لبي بائن بائن أو عبري أه أنت لأنها بريد. سريعة في الخطاب أنت مخاطبة فلا تحتاج لنية ويرد او قصير مردوده بان باين باين شخبري خبري انت يا أقل انت بائن سيا لما لم تستقل بالافاده افاده بتنين يا باين كانت مع انت كلفز الواحد بيقلفز حسابه ما دام لا الف انت راي وقيل يكفي اقترانها بأوله قيل دلنية ألفي ألف أنتها ببسة أقل بائني هل نجب لحكمها في باقيه دون آخره برن آخر كيت سنيا نوني بائني لأن إن عطافها على ما مضى بعيد سنشي لا آخر نيتي بيني أو نيتي بيت زحمتها بل بران لا أن أنت رابري أو نية لو آخر بروا أو السحل ترى ورزعه كثيرون واعتمده الإسنبي وغيره وزعم بعضهم أن الأولى سبقوا أو أو سبق قلم أقصي أول كدر النبي مقارنة دقا حموي بكا وسبق القلم مقارنة دقا جزئية كم بكا والرجع في أصل الروضة الاكتفاء بأوله وآخره أي بجزء منه سلع أولي بسلع آخر بلا جزء أشيها كما هو ظاهر ويظهر أن يأتي هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظاً كالكتابة كتابة كابرة بكتابة نسي أنت علي حرام آه. مقصدي في تراقة يعني مقصدي في زهارة نيتي دبي هبي كتابة دبي نيتي هبي أو نيتي لشان دري هوا عندك درين لا أولي عندك درين لا آخري للرولي دريت سلع أولي بسلع آخري بي لا تجوز أشي نيتي هبي بس ولو أتى بكناية بكناية أو هاي قوتي أنت علي حرام بەکیایەت یکی نات کوە ئەگەر نیەتی تەراقی هەوی دەکەوی نێتی نەوی ناکەوی ئەوەکیایەتەکەی گۆ لێمان نەپرسی ئەرێ نێتت هەبوو نەبوو ئەویش بەخۆ لە مەلای نپرسی چمە بعد مڵلی قەدرری لەعید دەتی سێمان پێ چوو ئەو قاعسەلاتەن ژن خۆی بەێ تەراق دە بەڕاستی چوە کرد مەلای مەلاگووتی وەڵا تەراق بە سەکە و سانابی تممە زاعمە. لدعاقوتي هو أنه نوى بالكنات الطلاقة أو تراقي قديم أي بيش سيمان قان نري لا فير. أنت علي حرام دقا تراقم دابو عدة شهرات يا تازا أو سنيا لو عندي توفيره توفيره وبأو تراقة سيب سنبي دري تراقي وشي قوتم أنت علي حرام دقا تراقم دابو رجعتي شمنكد سيمان بيشو تراقه کن استعماره دکتر تو سر لنوی بدو تراقان دی تو جر نکاح او کابر او هدری کابر گاتی رو گویی دو زار حف او ها عینی او بود آه ولو أتى کینات ثم بعد مضی قدر العدة او قع ثلاثا سمو زعمه انه أتى کینات الطلاقه لم يقبل بال... او قسحيز لي مقبول نيا لو لرفعه الثلاثه المنزبه للتحليل اللازم له شنو بال... شي حلو عندي وبي محلل اوين بس بس كلا بيه بال... لو لا هو اللي راوينا دكو <applause> ولو انكر نيتها انكر ان قلت نيته كنايه من ابو قلت ايز نيته من ابوها تراغناك يوشي نيتي نبي صدق بيمينه باف شنو قران بخوا با قرآن بخوا في برادك هذا يقول مردبو وكذا وارثه بأب أبكر ركيش أنه لا يعلم هنا قرآن دقوا دري علم خبر مني بابي مني يتراقيها بي أه فإنك لا ادي اغير فيها وكس ولا غوت يم سن ديناخو سن ديناخو اي جنا كدري دغ تراقي دا بوا دني شنا كورا تو سن دي بوخو كدغ تراقي دا بوا حل فتحيه ادي قشنا كامردبو او وارثها باكرشنا كيتراقي بوخو انه نوافيا وكا وتخوينيه تراقي ها بوا اي باشا تسواني دا خو نيتيه بوها دري ان الاطلاع على نيتيه ممكن بالقرائن وقرينهم يريدون غان زاني دري امدام زاني دغ تراقي دا بوا. صلى الله على سيدنا محمد او <سؤال> ذا كبره اوي اوي ساره كاين ديك الهنجره تراخت كتيا او تراقي الان <سؤال> سنيا برو لو خرج نخمار كا قام لا قلت تو سر <سؤال> سبيش <سؤال> سبيش <سؤال> ميديو جو سي مالو سنيفو تو كبره تو انا مقسيك دو والله غادي نعطى شوشتيان